بدي لكم كلمة. يمكن اليوم ما بعرف كيف كنت، ما بعرف شو هي ردة فعلكم، واللي حأعرفها بإذن الله من بكرة. بشكركم كثير، لقائي فيكم كثير مهم، وخاصة من قناتي سوريا العظيمة. بتمنى القناة الفضائية السورية النجاح والتقدم، وبتمنى ضلني بقلوبكم، بتمنى ما تنسوني وتسامحوني وتحبوني على طول، وأنا بحبكم على طول، وحياتي كلها هي ملك لفني وفني لألكم. شكرا كتير لألكم على تحملكم هالفترة هاي، ما بعرف هي قديش أنا مرقت علي بسرعة. بدي لكم بس مقطع قبل ما أودعكم من أغنية والدي اللي هي المولية، اللي هي نزلت بألبومي هذا الشهر. تقول يا 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 والمولى المولى المولى يا 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 كم صارت مولايا ليش ترحلوا يا هالصبر يا 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 ضلوا حواليا يا 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 قلبي لعند الصمر عيني بعد مراسيله واليوم قبل العصر عيني ضوى ناديله يا خايف بليل العمر عيني تخلص مواويله يا ما يشوف بقت زهر